لا تكبريها لو سمحتي، شاب وصبية لحالهم ببركب أكيد بيكونوا هنن الاثنين عم يحتفلوا بأدق تفاصيل الحياة. لؤي، الدم كان بكل محل، أنت ما شفته؟ حبيبتي، الدم اللي كان على الأرض ناجم عن حقن أو عن إبرة بيجوز، مستحيل يكون بسبب شي خطير. لؤي معه حق حبيبتي. عفوا، شو قلت؟ لا تشغل بالك، مصطلح طبي عثمان، رح أبسطها، يعني جرح صغير. عفوا حضرتك دكتور. اي نعم، طبيب تجميل. حلو كتير. طيب ممكن سؤال؟ طبعا، شو بدك زبط لك؟ قول عثمان بيك. معقول برأيك هذا الوقت المناسب لهيك موضوع مثلا؟ جاوب. كنت بدي أسأله سؤال. بس بعد شوي. قديش لسه بدنا وقت؟ رح نوصل. بصراحة ما كنت بعرف إنه في شي بيناتكم. ما في شي أصلا. مو علي. ليش في شي هيك بيوحي؟ بالتأكيد، أنا منذ اللحظات الأولى حسيت بمغازلة خفيفة خفيفة. يعني أنا من ناحيتي بحلم، بس الصراحة الموضوع من طرف واحد. هذا حكي واحد ساذج. إذا ما كانت معجبة فيك ما كانت أخذت وعطت معك. قصدك البهدلة؟ أحسنت. هيك هنن بعض النساء يا صديقي، يتمنعن وهن دائما راغبات. لكن بهالحالة النظرات بيدلوا إنها معجبة فيك. بصراحة إذا بدنا نحكي بتجرد وبدون مبالغة، أنا برأيي إذا أنت تماديت شوي بيجوز تاكل كندرة على رأسك بدون ما تحس. اختنقتي انت كمان، ما هيك؟ اي والله ما اكلتوا اي شيء. ليش؟ لا شكرا كثير. تسلموا، ماني مشتاقه اكل شيء بنوم. ومتعبين حالكم بالغدا. تسلمي ولو. اهلا وسهلا. شو صار؟ الشرطه بلشوا يدوروا عليهم هلا. يلا يلا بيلاقوه ان شاء الله. اكيد رح يلاقوه ان شاء الله. اسامه ان شاء الله. ان شاء الله. يا ربي دخيلك. كرم قال لك شيء ثاني غيره؟ لا امي، قال ان الشرطه بلشوا يدوروا عليهم. عم بتقولوا شرطه؟ راح الولد. وين؟ اي ولد راح؟ شب مثل الورده راح يا حويته. شو؟ شو عم تقولي مرت عمي شبه؟ فاتن، شو هالحكي هاد؟ انتوا اللي قلتوا الشرطه، اكيد ما راح يخطر ببالي شيء ثاني. وبالذات بالك انت يعني. شو عندك ضيوف ما عرفتين عليهم؟ عطيتينا فرصة. بعرفك طبعا، نيرمين خانم أم لأسي. مرحبا مدام. مرحبا. زوجي أسامة. فرصة سعيدة. سلفتي فاتين. والله جد تعرفنا كتير. قومي حبيبتي تطلبي لي كاسة شاي. قومي. انتو كمان جايين على العرس؟ لا نحن نشغل بالنا كتير على مراد وأسيل، فحبينا أنه نجي ونوقف شوي مع نيفين خان. الله يسلمون، هن بيضلوا أولادنا بالنهاية يعني. ما شاء الله محظوظة كتير يا سلفتي. شو هالنسايب اللي بياخدوا العقل؟ وبما أنهم هون بظن أنه أنت عزمتيهم لحتى يضلوا يحضروا العرس، مو هيك يا روحي؟ فاتن، ما وصلنا لهدول المواضيع لسه. بس طبعاً فكرة حلوة كتير. يا ريت لو بيضلوا. أكيد منفرح كتير. ما تواخذوني، راح عن بالي. ضلوا إذا سمحتوا. أول شي خلي الأولاد يرجعوا بالسلامة. وبعدين منضل أكيد. منشوف. مزبوط. الأولاد ضايعين هيك، شلون رح نعمل الحنة والعرس يعني؟ مو هيك؟ بالذات في تون هي معترة كتير يا عمري. أنت يا روحي، اللي قبل هاد كمان سوا هيك. هي مخطوبة كانت، قبل العرس بشهر تركها. لك لا تنكشيني يا روحي، مانن غربا. قبل العرس ترك خطيبته بشهر وفص ملح وداب وزت المحبس بوشها. لا ضل عرس ولا حنة، مثل هالوقت بالضبط. هالبنت معترة معترة كتير. حياتي انتو، مين اللي عم بيصيبكم بالعين؟ ما عم بفهم. مين يا ترى؟ عين مين يا ترى؟ عين مين؟ عين مين طلعت فينا؟ لو تطلع هديك العين لحتى نحن كمان نفهم عين مين. عين مين كانت؟ يبلاها بالقلع. لا تقولي هيك، استغفري ربك استغفري ربك. قولي الله يصلحهم واتركيهم. يلا لشوف، ما تكون أكلين شي. يلا عاملين أكلات كتير طيبين، تفضلوا. شو هذا جايين من هنيك؟
طلعي قربوا كثير عم امشي هربني بسرعة يا حياتي صدقيني ما عم يمشي أكثر من هيك شو بكي مو شايفة وتراتهم أقوى بكثير ما بدي أرجع عم امشي خلصني شو بتقصد إنه هالمرة ما رح ننفض ليكي ليكي شو بدي أقول لك أنت عن جد هبلة وعلى نياتك يعني إذا بتبلشي تدعي لنا بيكون أحسن يا ربي الطوف فينا لك شو عم يعملوا هدول شو عم يعملوا عم يهربوا كأنه صفر السواحل نحن هون نحن هون ساعدونا الحقون الحقون أنا رح وقف هون الحقون انتو ليكن هني الحمد لله مراد نفدنا ايه روحي والله يسر نحن نفدنا بس اني ما رح ينفدوا أكيد لازم يمسكون الحمد لله يا رب تعرفي شغلة يا سي أنا بصراحة أبداً ما ارتعبت بس هيك توترت لما طلعوا بوشي بس هني بالأخير رح يمسكوا يعني هذا شي بديهي بس بتعرفي شغلة أنا زعلان عن معزاي ليش تركوها مني؟ فيكن تتفضلوا وقت اللي بتحبوا ومنتشكركن كتير على المساعدة ممتاز بعد إذنك سيدي فيني أحكي بدي التليفون شوي طبعاً أكيد إيه عن إذنكم شوي اجلي معك ألو نعم أمي مرادي ابني يا روحي وينكم وأخيراً اتصل أمي نحن مناح كتير لا تخاف وينكم يا روحي شو صار معكم أمي نحن جايين هلأ يعني بعد شوي رح أحكي لك كل شي بالتفصيل تمام تمام ابني تمام نحن ناطرينكم لا شو اللي جايين حفظنا بسلامة شكراً كتير أهلاً معناها نحن ماشيين برجع بتشكركم من جديد على مساعدتكم نحن اللي بنتشكركم سيدي انقذتوا حياتنا لانه وباخر لحظه كمان لو متاخرين هالقد كنا متنا نحن دائما بالخدمه موجودين شكرا كثير ياي القينا القبض على عصابه مخدرات والاحلى الشرطه كانت عم تلاحقهم من زمان فضلنا نمسكوا هلا ايه ولا اقول لك بفضلك انت ما رح اظلمك حاربت مثل الابطال لولاكي انت ما قدرت تساوي اي شيء يعني طبعا هلا الشرطه كانت عم تدور علينا وخفر السواحل كمان ما قصروا اكيد أهلك خبروا الشرطة ما هيك؟ إيه طبعاً يعني مين غيرهم؟ هن أكيد أسيل وصو؟ ألف الحمد لله لمين؟ ميزة من خوفي عليكي مراد خوفنا عليك الحمد لله على السلامة عليكي كتير وقفي استني لحظة أسيل أنت منيحة منيحة كتير ومعكن حق أنا كتير آسفة أنتوا شو عم تعملوا ليش أجيتوا لما الخالة نيفين ما قدرت توصلكن إجينا ندور عليكن من الصبح عم ندور بمسدس إيه مزبوط إيه بس لازم تشوفن إلهم كمان المهم الحمد لله على السلامة حضرتك مراد لؤي أنا حبيب غصون لابقين تشرفت وانا بالاكتر خلصتوا شغلكم من هون خلصنا نحن هلا بامان اخي امك بقيان لها شوي وبتجن انا من وقت ما كنت على الجزيره عرفان انه قايمه لايامي ومجننتكم لهيك يلا خلينا نروح صح. تمام رح جيب السياره وارجع يلا بسرعه اهلك كمان بقيان شوي وبجن هلا كيف اهلي كمان معهم خبر طبعا اهلك في معهم خبر حتى هنن هون هلا وببيت اهله لمراد كمان أوه. كيف سمعت غصون؟ سمعتها ويعني عم فكر انه يعني شو ممكن يصير أسوأ من هيك انا كل ما افكر بقصة بيصير الأسوأ انت بتجذبهم لانه حبيبتي ليكي برأيي قبل ما تتعقد الامور اكتر واكتر خلينا نرجع على اسطنبول فورا بالمناسبة يعني غصون معها حق احسن تمام يعني برأيي كمان خلص حاجتنا كذب قلن انفصلنا طيب مثل ما بدك خلاص قولتك بيكونوا قاعدين ومقرقرين مع بعضهم وفهمانين كل السيرة معلوم أمي مفكرتك عمار ودكتور حلو تمام معناتها لعبتنا بتكون انكشفت من زمان ما هيك لا تقول إن شاء الله ما تكون انكشفت كيف بدي اطلع بوشهم هلا وإذا هني ما عرفوا منقلهم انفصلنا ومنسكر على السيرة بهالشكل هذا ايه تمام يلا حبيبتي مشي معنا اتفضلي شرفي معنا لازم ناخد إفادتك يلا ايوه
خير خير والله مثل الخوفي عليكم مثل الخوفي عليك يا روحي خفتك علي طمني انت منيح المهم رجعتوا مراد نيفين الحمد لله على سلامته امتى اجيت اهلا وسهلا يا روحي بتعرف قديش خفت عليك كيفك انت منيح صار لك شيء ورجيني شو عملوا لك طمني ضربتوا شيء يا ابني شو صار معهم قبضوا عليهم يعني اخذوهم على المخفر شو صار لو تعرف قديش خفنا عليك رح احكي انت بس اصبري شوي ورح احكي لك كل شيء اكيد اهدي نحن هادين تمام ماني مصدقه يا اولاد كيف طلع ببالكم انكم تروحوا باليخت مثل الافلام عن جد مثل الافلام يا ملاعين صارت وخلصت بلا ما نفتح الموضوع اكثر سكروا لنا عليه ايه عن جد يعني الاحسن انه نعتبر ما صار شيء ايه الحق عندكم حق كثير يا اولاد عندكم حق كثير واضح انكم مرقتوا بظروف صعبه احسن شيء انه الكل يسكت وانتم ترتاحوا يعني بدي اياكم تنسوا اللي صار ايه اسمحوا لي ارجع لكم سلامتكم مره ثانيه ونحن كمان لازم نخفف شوي يعني رحلتهم كانت قاسيه ايه مضبوط حبيبي اللي عم تقوله قولي لي خالتي امتى رح تطلعوا لا يا عمري انتي ما رح نروح نحن مقررين نضل هون ايه نيفين خانم اصرت كتير انه نضل لنحضر العرس ونحن ما حبينا نخجلها ماما معقولة هالشي يعني انتو ما كنتوا معزومين حتى ما نسبب لهم ازعاج اكتر يعني اسيل بنتي شو هالحكي هاد معقولة عم تحكي هالحكي نحن رح نصير عائلة واحدة قولي نحنا في شي لازم نقلكن اياه نقوله هلا اسيل ما شو رايك نقوله مخلص يعني تفضل لا تكونوا بدكن تتزوجوا قولوا لا مو معقول انتوا عم تحكوا عن جد يعني الأوقات الصعبة بتقرب الحبايب من بعضهم ما هيك؟ لو وضعنا طبيعي أكيد هيك بس احنا قررنا ننفصل شو؟ زعلتني فتور اهدي اهدي بالحقيقة هيك صار من لما ارتبطنا والمصايب عم تنزل فوق راسنا قلنا نحن على الأغلب وشنا مو خير على بعض قررنا أنه ننفصل بعدين شفنا أنه هالقرار سخيف وغيرنا رأينا بالحرف الواحد حكي هاد خلصتوني بالحرف الواحد صح ابني مو أنتو السبب بالنحس يا روحي مو أنتو أبداً الحساد والعيون العيون يا روحي أنا هيك على طول بقلك نيفين عيلتكن معيونة يا أختي العين عم تقتلكن قتل مين يا ترى؟ إيه ما بعرف مين يا ترى؟ أنتو رح تبقوا هون مو هيك؟ إيه أنتو كمان ضلوا حلو كتير فكرة حلوة كتير عنا مكان كمان يعني إذا بتحبوا بتنزلوا بأوتيل كرم أو إذا بتكونوا بتنزلوا عنا إيه إيه يا جماعة بصراحة بفرح كتير باستضافتكم والله ما بعرف بصون اسمعني منيح هالجدة بقياني هون إجينا كرمال ناخدها ما لازم نتركها لحالة عنا هيك رأيك حبيبي أنت شو رأيك أنا ما عندي وقت أعزائي الحضور نحنا كنا بدنا نمشي ولكن اللي بتقول عليه حبيبتي هو اللي بيمشي تمام حبيبي عفوا تليفوني عم يرن زينب تتصل غصون نسيت إلا أني مسافر ما حكيت معه من امبارح كنت رح حاكيها الصبح بس راح عن بالي شفتي الضغوطات اللي صارت معك رد 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 بسرعة حاكيها فورا يلا ايه دادي تمام معناها نحن كمان رح نضل بس ما بدنا نغلبكن مننزل بشي اوتيل ايه طبعا مثل ما بتحبوا كنت رح اتصل فيك يا حبيبة قلب البابا ايه بس طلع لي عملية بآخر لحظة حبيبتي ايه يا روحي انا اسف كتير ايه معناتها يلا نحن كمان رح ننزل لا لا ما بقبل ابدا انتو رح تبقوا هون عنا يعني ما بدنا نحرشكم ايه تمام معناتها هيك رح نعمل ممتاز لك معناتها اسمحوا لي رح احضر الاوض للشباب تمام بالمناسبة الحنة والعرس كمان رح يكونوا بالحديقة هون امي
يا ربي أنا نسيت أرجع أخبر شركة التنظيم مشان يجوا لعنا، مو كانوا رح يجوا يبلشوا تزيين عنا بالحديقة؟ عن جد؟ ولأنه أخي وأسيل كانوا ضايعين كل الليل اتصلت فيهم وقلت لهم لا تجوا لحتى أنا أخبركم. تمام فتون، اهدي يا روحي، يلا روحي هلأ حاكيهم يلا. قالوا لي ثبت الموعد الظهر، معقولة يقبلوا يجوا؟ تمام أنت اتصلي، روحي لشوف اتصلي فيهم يلا. نزعنا كل شيء. شو هالقصة العظيمة؟ محلولة محلولة إن شاء الله. شو طمني حكيت معها؟ حكيتها وزعلانة، قلت لها أنا عندي عملية ولهيك ما قدرت أروح. حبيبي شكراً كتير لأنك جنبي. العفو بيبي، هذا واجبي. تقبرني. أي والله خفنا عليكم شوي. لا لما أنا نسيت اتصل حولوا الفريق لمناسبة تانية. يا الله. أنا كمان رجعت خربتها، ما هيك نزعت لك أحلى يوم بحياتك مو؟ لا لا أخي معقولة بلا هالحكي الفاضي، يعني فرحتنا الكبيرة إنه رجعت أنت وأسيل بسلامة، هي مناسبة حنة يعني ما لها قيمة، بين بعض منرقص وغيره. فتون سؤال، كنتوا رح تعملوا الحنة هون؟ يعني إذا بتحكي لي شو مخططة ما بعرف يمكن أقدر ساعدك. شلون؟ عم تحكي عن جد؟ يعني بتقدري تساعديني؟ ايه بشتغل بهالمواضيع من سنين، كمان فريقي معي. انا جاهز. حلو كثير. يا الله ما عم بقدر صدق. تمام خلونا نبدل ثيابنا ونبلش شغل. هالشي بيسعدني. يلا تزيين الحديقة وبتحضير الضيافة، وفي شغلات بدي وصيكم عليها تجيبوا لي اياها من برا ماشي؟ ايه تكرمي. ممتاز. عثمان بيك؟ بدون بيك. ليك عثمان حضرت قائمة الضيافة وبدي اياك تحضر. طبعا طبعا اكيد. ممتاز. انا كمان بقدر ساعد بنتي. شكرا كثير عمو أسامة. عثمان عمو شيف. عن جد؟ لكن منتساعد بالشغل سوا. ايه تكرم. وانا الكوكتيلات علي. حلو كثير. وانا كمان رح ساعد. ايه بس يا حبيبي انت ما بتعرف تقلي حتى بيضة. ايه مو مشكلة، أنا رح أتذوق كل الأكلات وأعطيكم رأيي. تمام، معناته الأكل عند الشباب والتنظيم والترتيب عند النسوان. أيوة، هدول الشغلات اللي بدنا إياهن، خلونا نجيبهم ونبلش شغل. حلو.
روعة، كثير منيح. شيء حلو كثير، حلو كثير. قليلي حابة فتو؟ أسيل عن جد أحلى بكتير من اللي حلمت فيه، شكراً كتير. فرحتيني كتير إنه عجبك. صبايا شكراً كتير إلكن كمان. ولو ولا يهمك شو هالحكي، عملنا اللي منقدر عليه حبيبي. بعدين يلي زبطت هالموضوع كله بنت خالتي أسيل. يعني قد ما عجبتك كتير حلو، مو بس على اللي عملتي إلي، لأنك كمان بحياة أخي، ولأن إجيتي معه لهون وفرحتي أمي، لأنك حنونة وطيوبة حبيبتي أسيل. إن شاء الله ما بتنفصلوا أنت وأخي أبداً وبتكونوا سعيدين كتير. خلاص بعرف يعني شو ما حكيتوا وشو ما عملتوا فيني، معكن حق. أنا طول عمري بجيب الدب لكرمي وبقعد بندب لكم، بس هالمرة زودت كتير، ومو بس لحالي، ورطتكم ولا أمي. قال شو هي فخورة فيني لما تعرف الحقيقة، قديش رح يخيب ظنها وقديش رح تتضايق وتنقهر. لا ولسه فتون وخالي نايفين كمان، خربت الدنيا. حبيبتي صدقيني الذنب مو ذنبك لوحدك. حتى مو ذنبك من الأساس، يعني أنت انجرفتي وراء اتفاق وفقدتي السيطرة بشكل أصح، سلمتي حالك. ولمين لشقف الذكر أناني ما بيهمه غير مصالحه الشخصية. لميس غصون اسمعوني، أنا ما كنت بعرفه منيح لمراد، وحتى هو ما كان بيخطر بباله أنه يرتبط فيني أبداً، بس آخر 24 ساعة صار شي مانو متوقع. بس خطر بباله أنه يجيبك لعند أمه بطريقة كاذبة. أسيل لازم تحطوا حد لهي الكذبة، بقى هيك ما بيمشي الحال. وطبعاً إذا هالكذبة ما قلبت لجد. لا مو معقولة أسيل، لا ليكي اصحك تقولي لي إنك حبيتي لمراد، ما حبيتي مو هيك؟ أنا زلمة قبل كل شيء، وما فيني شغل مخي بالسهل هيك، لهيك أنا شو عملت؟ قدرت ببساطة أني أتحكم بحالي. ليش؟ لحتى ما توعي بحبي. والله عن جد اسمع لقلك، بتريح لي جمجمتك المليانة وساخة. أصلاً واحد مثلك ما بسلم حالي إله وبعمله حبيبي، وهذا خيالك الخصب خليه لقلك، لأنه أنا ماني هون بالمرة، فهمان؟ بلا حكي فاضي، أنا شو قلت؟ أنا وافقت على عرضه لآخذ التكتيكات اللي بقدر أوصل فيها لعمار، فهمتوا علي؟ بس بيناتنا ما في شي، مستحيل هيك نسونجي يعجبني. حبيبتي ما بدنا ياك تزعلي منا لأنه عم نتدخل بحياتك. بعرف والله، بس ارتاحي أنتي وياها ولا تاكلوا همي. طيب إذا مثل ما عم تقولي، نحن رايحين على الأوتيل منحضر حالنا للحنة ومنرجع بساعة. طيب جهزوا حالكم للعرس. طيب منشوفك بعدين. يلا البسي انتي كمان. لا يضل بالكم معي. باي. طالعة حلوة كتير، وأنت كمان شيك كتير. شكراً. أنا مديون إليك بتشكر على اللي ساويتيه لفتون، وكمان لأنه استمريتي بالاتفاق. لما قلنا انفصلنا زعلوا كتير وتضايقوا، فما حبيت زعلهم أكتر من هيك. عن جد شكراً إليك أسيل، بتمنى تتحملي الـ 48 ساعة كمان. رح جرب ومنشوف، بس ما بدي إياك تراهن علي. قديش لابقين لبعضهم؟ شايفة؟ شايفة عقبال اللي ببالي. إن شاء الله. شو هالحلاوة يا بنت، بتاخدي العقل. شو حلو. أهلا وسهلا. إيه
حسب ما بعرف انه الزلم بالحنه ما له مكان، يعني مو مدعوين مزبوط؟ والله معلوماتك مزبوطه. معناها نحن الشباب رح نطير هلا على الشط ونتسلى هنيك. رح نخبر عمي اسامه لحتى يجدد شبابه معنا شوي، تمام؟ قل له بيستفاد. حبيبي بس لا تطولوا كثير بالسهره، تعال مع الشباب. يعني بتاخذوا العريس وبتحضروا كتب الكتاب والحنه. شو هالعادات والتقاليد هدول؟ برأيي هالعادات والتقاليد لازم يكونوا انقرضوا. معلش آسف غصون، يعني نحنا كمان أكيد رح نعيش هالشي يوم، لهيك لازم نتعلم. No way. انت شو عم بتقول؟ بعيد الشر، الله لا يجيب هيك يوم. قصدي يعني ما يجيب هيك يوم، عم بحكي على الشغلات اللي مثل الحنة. هلأ أنا بالنسبة إلي العرس تفصيل سخيف بالعموم، مثلاً في مين عم يفوت بعرسه على عرش ملك؟ خير يا حبيبي، شو حضرتك ابن أخته للسلطان وما لي خبر؟ مثال تاني، في مين عم يجوا على صينية؟ تخيلوا شو هالسخافة هي؟ شو أنت لحمة بعجين ولا كباب؟ لذلك أنا برأيي أحسن كتب كتاب هو اللي بين الأهل. لك أنت شو عملت هلأ كرمال الله؟ بكرت كتير، كنا حكينا بهالمواضيع بين بعض على الشط، شو هاد هلأ؟ يلا امشي 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 أحسن ما يصير مشكلة كبيرة. يلا امشوا الشباب، شرفوا شرفوا. انتبه على حالكم، مع السلامة. يلا نحن يلا نطلع لعند الأذن، يلا لاحقينكم. لا تطولي بنتي، تعالي تعالي. شو صار؟ رأيي ما له أهمية طبعا، الكتب كتاب بين الأهل. إيه بس كمان كتب الكتاب بين الأهل أحسن شيء. طبعاً أنتي رأيك مهم طبعاً. شكراً، رأيي ما إله أهمية، بس إذا عم يفكر يتزوجني رأيي رح يكون الأهم. والله لؤي صاير كتير عم يعصبني، ليكي بتخليني نام عندك هاي الليلة؟ انهزبتني منه. معقول لهالدرجة؟ وأكتر. طبعاً فيك يا حبيبتي. تعرفوا؟ بلاها أحسن، رح يفكر إني معصبة عليه ويعصب هو أكتر. هو من غير شي شايف حاله علي وعلى أدنى واقفة عنكشه. يعني ممكن هالشي حسب مراقبتي لهيك أمور ممكن تقلب ضد عن صنف الرجال، مزبوط؟ ايه مزبوط لميس، لأنه واحدة من التكتيكات اللي عطاني إياهن مراد لا تضغطي على الرجال وتطلبي منه الزواج، لأنه هالشي بيطفشه منك. ايه برأيي منطقي كتير هالحكي. تمام، معناها بلا ما أعملها هون. ايه بس لما أرجع عاسطنبول رح طالع من عيونه. غصون برأيي لا تتوعدي له، لأنه أنت عم تضغطي على لؤي شوي. بالنهاية الزلمة ترك بنته وإجا معك لهون، صح؟ فعلا مزبوط. بس ليكي أسيل، بتعرفي شو؟ برأيي إنه جايته لهون هي حجة لحتى ما يحكي مع بنته، ما في سبب تاني أبدا. والله برأيي كمان هي واردة، يعني بتوقع كل شي من صنف الرجال بيعملوها. برأيي مو حجج، لو سمحتي لا تضغطي على لؤي، أجلي هالقصة لبعدين. تمام خلص يا صبي، امشوا يلا. أنا ما بعرف الرقص يا جماعة.
صبايا صدقوني انا طاير عقلي بنيفين خانم، هي مو معقوله قديش يا ست اكابريه وطيوبه ومحترمه كمان، ما هيك عصور بنتي؟ شو رايك انت عم حاكيكي ما عم تردي؟ ايه ما شاء الله ست بتاخذ العقل. أسيل يا روحي انتي، عفارم عليك يا بنتي الحلوة، عفارم عليك. وأخيرا عقلتي وحطيتي عقلك براسك ونقيتي الشاب بجنة وعيلته كمان عيلة بتطير العقل. اسمعوا صبايا شو بتقول، يمكن عن قريب نعمل حفلة حنة لبنتي أسيل ونفرح فيها. إن شاء الله أمي، بس يعني علاقتنا أنا ومراد ما أنا جدية كتير، بكير على هالحكي. ايه خالتي لسه بكير كتير على هذا الحكي، يعني هن لساتهم بأول علاقتهم وعم يأسسوا حالهم. يا ربي دخيلك، طيب انا يعني شو حكيت شي غلط؟ لك أسيل مراد مو جابك لهون وعرفك على عيلته ونحن شو عم نعمل هون؟ اه وبرأيك نيفين كانت عزمتنا نجي؟ اكيد انا معم بالغ. بعد اذنكم بدي ارقص معك انتي. ايه طبعا طبعا هديه. طلعت طلعت، سمعتي شو قالت؟ اجت قالت كنتي وبهلو صوتها وانتي عم تقولي لساتني عم بالغ؟ شو هاد يا؟ شو حد؟ الله يقدم اللي في الخير. تعال عندي رقصي حلو، يلا رقصي. لا نحن يلا شكرا يلا شكرا خالد شكرا. يلا يلا طلعوا فيني، انتوا الجوز عم تبكوا على هالتفاهة؟ والله تأثرت بدموعها، أنا كمان تأثرت شوي. ايه بلا حكي فاضي. شو بلا إحساس؟ جسمي ألف مبروك يا روحي. إيه وينو العريس؟ يلا نادولو يلا وينو؟
هيك تمام، أنا رتبت كل شيء، طالع هلأ. مع السلامة دكتور. بغيابي إذا صار في أي ظرف طارئ فيك تطلب المساعدة من الدكتورة، ماشي؟ أنا حكيتها وعندها خبر، فلا تترددي. أي ماشي دكتور. تمام. أوه الحمد لله أنك ما طلعت. يا أهلين، في مشاكل؟ إيه بصراحة المدام ممغوصة. تمام، دخلي على المعاينة فورا. يلا حبيبتي تفضلي. كل شيء رح يكون منيح. إن شاء الله. ما في طريقة سهلة لأقول هذا الحكي، للأسف خسرنا الجنين. شو؟ نحن بالطب منقول عنده فيروس فيتالي، يعني الجنين في عنده مشاكل كبيرة بعضلة القلب، القلب ما بيتحمل هذا الشيء للأسف. مدام لازم ننزل الجنين فورا. يا ربي حبيبتي رح أترككم لوحدكم. يا ربي دخيلك. طمن، العملية كانت ناجحة كتير والمدام بلشت تصحى لحالها، إذا بتحب فيك تفوت لعندها. شكرا على كل شيء، يعطيك العافية دكتور. العفو واجبي. شكرا. عفوا دكتور، ما قدرت أجل تذكرتك على نيويورك وما لقيت تذكرة تانية لآخر الأسبوع. تمام، طيب مو مشكلة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. بتعرفوا أنا بفهم بهذا الشغل، ما شاء الله كل شيء نظيف ولذيذ وتازة وكتير طيب. عمي أسامة هالأراني نظيفة كتير، بس أنا ما دقت لقمة طيبة مثل اللي بتعملها أنت، ما في مقارنة. العفو، خجلني والله. أنت بتعرف بهالقصص؟ حضرتك شلون بلشت بهالمهنة عمو؟ والله يا ابني أنا قضيت عمري كله بالبواخر، 30 سنة وأكتر مو كلمة بتم، يعني ما تركت مكان إلا رحت زرته وشفته. تعرفوا؟ معية شغلي تعرفت على نيرمين، هي كمان كانت بإجازة بأوروبا وأنا كبير طباخين الباخرة، وأنا أول ما شفتها أول ما شفتها كل شي انتهى، حبيتها فوق ما تتخيلوا وتركت شغلي بالباخرة. ومسكت إيديها الحلوين وبلشنا حياتنا أنا وهي من أول وجديد، ولحد اليوم منضل ماسكين إيدين بعض ومنحب بعض كمان. ايه مزبوط اللي عم بيحكي، من يوم لليوم ايد بايد وعين بعين وكتف بكتف. يا جماعة انا بقلكن ان الحب شي حلو كتير، صح؟ حبيبي ما شاء الله حلو كتير. انا والمرحوم كمان كنا مبسوطين مع بعض، الله يرحم روحه. الله يرحمه ويحسن ايدي. سلمي نيفين خانم، ما سألتك قديش له متوفي زوجك؟ مراد ابوك خمسة. الله يرحمه. طيب وما فكرت يعني انه تتزوجي مرة تانية؟ لا بنوب مو معقول، ما فكرت أبداً، بس كان بدي أولادي يعيشوا حب وحالات حلوة كتير، هادي اللي طلبته من ربي. إن شاء الله. آمين آمين. إيه شو هالآمين الحلوة اللي طلعت من تمك عثمان؟ في وحدة بحياتك ليكون؟ لا لا ما في هيك شيء. عثمان قال آمين بطريقة طلعت من القلب، فقلت لحالي أكيد في وحدة بحياته. لا خالي ما في. ليش ابني وين الغلط؟ أنت شاب تطير العقل وموهوب وناجح كمان، يعني شاب مثلك كيف يضله عازب؟ معقول الحكي يا جماعة؟ كله نصيب. نيفين بنت هاجر ما غيرها، امسيان طويلة ما بتمشي معه، كنا مفكرين فيها لمراد بس. فاتن حبيبتي نحن بوقتها ما كنا منعرف أسيل، ما هيك؟ اهدي ما فيك تخربيها بيناتنا. ما بتصير ألماس حفيدة ناريمان؟ رح يجوا على العرس كمان. شو؟ تمام هديك بيمشي حالها. عفوا خالي نيفين، أنا ما بدي أتجوز على الطريقة القديمة. ليش يا روحي؟
كله اسمه ونصيب، انت شوفها وتعرف عليها ابني مو غلط. مزبوط، بس انا مو حابب هالطريقه. انت شوفها، شوفها حلوه وطويله البنت، كثير حلوه. ليكي شو حفيدة بتول كمان بتمشي معه. بتمشي بتمشي يا ابني، روح هروب. اسمع مني، لك شو انا جايبه معي على الفاضي، على الفاضي جايبه. لكن القصه طلعت براسي. لولا وجودي كنت منتهي. صح، كانوا خطبوني هلا كمان. خلص سكري على الموضوع. بنت هاجر او بنته لخالك؟ بيبي ليكي بتدوقي هاي، معموله بحرفيه. لا شكرا. انت معصبه مني تقريبا؟ لا ابدا، شو يلي خطر لك؟ مشاعرك بارده تجاهي، وبعدين بكرتي امبارح بالنوم من التعب غالبا، نمت عادي. اذا هيك معلش، بس ما يكون من العصبيه. انتو كمان كثير لابقين لبعضكم. شكرا لك، بس شكلكم مو متزوجين لانه الخواتم بغير اصابع. ايه انا بحس براحه لما الخاتم بلبسه بهالطريقه، بس التقاليد ما بتعني لي. بس بلكي غصون بتحب. غصون ما بتوقف عند هيك اشياء تافهه، عقليتها متحضره كثير. انتو هالرجال، رجال اليوم ما في بعدكم بالحجج. قال ما في لزوم، قال ما له مرتاح، كل هاي حجج حجج، مو معقول بلا محبس. ليش لحتى تكون حجه؟ لا ابدا نهائيا، انا ما بحب البس المحبس، واذا بدي البس خاتم بحطه بالسبابه. وانا كمان بشاركك الراي، انا يعني بستعمل كثير هالاصبع. مثلا انا بفتح فيه علب الصودا، بفتح فيه اناني الليمون، وبرجع بفتح الصودا، مقضيه هيك يعني بالشغل. انا لانه بشتغل بارمان وهي طبيعه شغلي، بحب اسمع روك اند رول اكثر. في بوباتي كمان. انت شو عم تقول؟ انسى. برايي اشاره معناها كبير، يعني يلبسوا نفس موديل المحبس، يساعدوا بعضهم سوا على الحلوه والمره، شغلات حلوه. عندك حق بهالخصوص عثمان، اكيد معه حق. ايه عندك حق. ايه امتى العرس؟ استغفر الله. وبعدين نحن اكلنا كثير، اكلنا وانتفخنا والله العظيم. شو رايكم هلا هيك نطلع كلنا سوا ونعملنا هيك فتله؟ شو رايكم؟ ايه حتى كمان برايي ننزل على البحر، ليش لا؟ لانه الاجواء حمية زيادة وصار في دبق. شرفوا لك. يلا معناتا. ايه ونحن على القهوة. خلصت مرت عمي شبك، ليش عم تتدخلي فيكم حبايبي؟ كيف بتتضايقوا مني؟ طيب بعد المغامرة اللي صارت معكم امبارح، يا ترى أنا ممكن غامر وإركب معكم؟ الموضوع مانو بهالسهولة. لؤي أفندي، أنا فهمت تخوفك، بس أنا عم أقول أنه نطلع شوي باليخت ونريح أعصابنا، ولحتى تطمن أنا أخذت بعض الاحتياطات مشان ما نوع بنفس القصة مرة تانية. شو هالاحتياطات؟ هذا المفتاح مثلاً أنا ركبت له فواشة لحتى ما يختص بالمي ويغرق، فهمتوا علي؟ ها ما بيغرق يعني؟ حياتي أنت مع هيك لا تحملي أبداً، هاتي من إيدك، رجعي لي يا تحسباً. شو عملت كمان؟ تليفوني هون، وعندي شاحن موبايل، وهذا كمان هون، واكيد في شغلات ضايفتيها حضرتك وجايبتيها بالشنطه. وانا كمان ما اجيت فاضيه. طبعا عندي مي، حلو، معقمات ونقريش، حلو، بس اكيد ساده، وقداحه كمان لانه ممكن تلزم. منطقي. والاهم هو السكين. هاي ضايفتيها جديد على المجموعه، بلكي طلعت لنا عنزه قويه مثل فتونه. هالبنت فتحه مثل ما لكم شايفين، تحضيراتنا كامله تمام. لهيك يا جماعه ما في داعي للخوف، اي شيء ممكن يخطر على بالكم صار معنا، كل شيء ممكن يصير صار، لدرجه انه نحن قطعنا حدود البلاوي والمصايب كلها. لهيك لا تاكلوا هم، ما هيك اسيل؟ انا معه بهالحكي، لا تعذبوا حالكم وتفكروا بشيء، لانه كل شيء صار معنا انا ومراد. ايه اسيل، عمار